حارس بحرارة. دوري رمضان في نسخته الثانية والذي عرف مجموعة من الأنشطة الرياضية، بداية من تنظيم دوري في كرة القدم المصغرة ذكور وإناث، وكذلك دوري في كرة السلة ذكور وإناث، وكذلك دوري في كرة الطائرة ذكور وإناث. هذه السنة وفي نسختها الثانية عرفت واحد الجديد اللي هو انفتاح الحي الجامعي على مجموعة من المؤسسات المجاورة للمؤسسة ديال الحي الجامعي، بحيث شارك معنا بيت المعرفة وكذلك مؤسسات خصوصية. الدوري عرف مجموعة من الأنشطة نهارا وليلا، واليوم كما كتشاهدوا معنا كنتواجدوا بحفل توزيع الجوائز على الفرق المشاركة وكذلك الفرق الفائزة. الدوري عرف مشاركة مجموعة من الطلبة والطالبات من مختلف الأعمار ومن مختلف المناطق المغربية، وكما غادي نقول لأول مرة طلبة المناطق الجنوبية أو الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية شاركوا بعدد من الفرق في هذا الدوري، كذلك الطلبة الأفارقة وكذلك من جميع مناطق المغرب. إذن الدوري كيعرف واحد النجاح لهاد السنة هذه اللي هو نجاح كبير، لأنه كان واحد الركن ديال التعارف اللي كان هو الأهم عندنا كإدارة ديال الحي الجامعي، لأن الرياضة تبقى أخلاق، وكذلك تحت شعار التربية البدنية لا تقل أهمية عن التربية الخلقية، أبينا أن نشغل وقت هؤلاء الطلبة القاطنين بالحي الجامعي وكذلك مشاركتهم في مجموعة من الأنشطة. عسى أن يكون الحد حليفهم في قضاء أوقات رمضان في جو رمضاني ورياضي جميل إن شاء الله. كانت عندنا واحد المسابقة في إطار الدوري الرمضاني اللي كتكون مجموعة من الرياضات وكيكون مجموعة من الفرق. احنا سبيسياليتي ديالنا فوت، حيتاش كنعشقوها أكيد، ولعبنا وصلنا الحمد لله للنهائي. الأجواء كانت أجواء مزيانة الحمد لله، يعني كان داك لو ريسبي، ما كانش بلان ديال أننا مثلا بنات غيكون يتم تنقيس منا ولا شي حاجة، بالعكس كلشي كان كيموتيفينا، كان كيشجعنا. حاجة مي زوين، تورنو داز زوينة، كلشي بخير. احنا دزنا دابا الفينال، كلشي مزيان، الجمهور ناحية اللعب أي حاجة، كلشي الحمد لله زوين. توجنا بعد فينا ان شاء الله ودينا الكاس. انا كطالبه شاركت في هذا الدوري والحمد لله تفوقنا، وصلنا الفينال، وكان الفينال حتى هو ديالنا، وحنا وصلنا للنهايه. صراحه كانت اجواء زوينه، كان داكشي بيان اورغانيزي، كان يعني كلشي مسؤول، اداره مسؤولين، يعني كان تنظيم جيد صراحه في المستوى، يعني ما كان لا فوضى لا حتى حاجه، داكشي زوين ومر زوين وداز على سلام.